يا شهيد يا حبيب شمسك ابدا ما تغيب. في الاوهام نحن ندرك المصاعب وندرك التحديات، ولكن اقول لكل واحد منكم لا توجد. كان اخر يوم بشوف فيها الشمس واخر يوم بتنفس هوا بلد. ولكل اصحاب القرون لا سقطت القرن. هنالك من يريد ان نتعامل فقط بقضايانا اليوميه. ان شعبنا على اتم الاستعداد للقيام بكل شيء من اجل الانتصار على الجري والمسلمين. شكرا. لن ننجح انه نعمل تغيير بالعقليه اللي بتتعامل معنا بهي الحاله. انا بدي الخص واقول جاهزيه ابناء شعبنا موجوده بالدرجه القصوى. شفنا قبل ايام الاثيوبيين شو عم بيختلفوا، عملوا عمليا صبروا عن الطعام ثلاثه ايام لكل قيادات المجتمع العربي، وافضل ان يكون في متاع الصباح الساعه 5 6 الصبح والناشد العمال عليه هو ما يرسل الجميع. وانا هنا اريد محاكاه الفريق بمقارنه حفظ جد الفصائل. إذا كانت في القناة العربية اليوم تهمي كل أطفالنا، لكن بما أن الإمارة القطرية تأخذ فعاليات قطرية وطالبون قوى الموقع في هذا الاجتماع بدعا منه وعدونا الأساسي فهو تحدي الأساس. وتحدثت وقلت أن موضوع الجريمة هو على رأس سلم أولوياته المختلف اللي هو وبحب أحكي عنه اللي هو اللون البني ايضا في الداخل بالتفصيل والاحترام. ما سر اللون البني والباقي واللي كتبه طبيب ومبدع مبدع عميق حتى الاعماق مش سطح مجدي بهذا الابداع. لم يقف عند قشرة السطح، بدا يقرا اكثر من قراءه. صدقوني انا بدات في القراءه الثانيه ركز في لقاء اليوم مع حبيبنا واخونا مجدي قبل، لان احنا معتدين حواجز نضع حواجز الرجل استقرار لقتل في كل قتل عنه. أردت منها أن الفقل لي كنت أشعر بغضب شديد. لا إيش غريب؟ لا غير هيك ما تصير بحبيبته. أحكي لهم لا فيها شخصية العاهرة طبعا مدرسة عندي تستخدمها. لذلك في الطريقة اللي نوصف فيها بعدين الغضب إذا الكلمة عندها القدرة تخبط حدا مين العلمين هلا هذه القصة هو الغضب بنزل عندك تقدير معين لهذه الشجرة أو تقدير معين لهذا البنك وهذا اللي عمله كل